الا سولتيني شنو هو ليكزيرسيس اللي ما تقدرش تخلى عليه وبامكاني نخدم فيه بزاف ديال العضلات، فبطبيعه الحال غادي نجاوبكم بانه تمرين العقله. السلام عليكم، اهلا وسهلا في فيديو جديد. معكم كوتش محسن. اليوم ان شاء الله نحاول نخدمو تمرين العقله. هذا التمرين اللي كيخدم جميع العضلات الساحبه. ملي كنقول العضلات الساحبه هما العضلات ديال الظهر، عضلات ديال الساعد، والعضله ديال البيسبس، مفهوم؟ اذا اول حاجه بطبيعه الحال نبداو بها هي التسخينات. بعد ما كملنا التسخينات كما كتلاحظوا معنا العقله بالنسبه للعقله بالنسبه لي انا اخترت غير هذا الجسم الصلب اللي عندي في الدار. يلا حطو حيدت الباب كان لاصق هنا حيدتو باش نخدم مرتاح، مفهوم؟ وقلنا اليوم ان شاء الله نحاول نخدمو من المبتدئين حتى نوصلوا للنيفو ديال الاحتراف. غنعلمكم جميع الطرق ان شاء الله ونعطيكم نصائح كثيره ان شاء الله في هذا الفيديو، فانتظرونا. ليكزيرسيس الاول كنستعن بكرسي وكنفتح يدي مزيان وكنبدا نطلع وكنهبط. يلا حتى كنبوم بيه على رجل وحده، رجل وحده مفيكسيها فوق الكرسي والرجل الثانيه اللي كنحاول نطلع بها بشويه. كنحاول ثاني نبدل رجل الاخرى، كنحاول ندير السته هنا والسته هنا، يعني في المجموع ديالو 12 مره كنحاول نخدم هذا ليكزيرسيس وغنحاول ندير 4 سيغي. ليكزيرسيس الثاني ديما كنستعن بداك الكرسي كيف ما كتشاهدوا وكنحط يدي الفوق وكنبدا نبوم برجليا، مره كنلوح اليمنيه مره كنلوح اليسريه. ثوازيام اكزيرسيس خدام بالكرسي نيت كنطلع فوق منه برجليا وكنحط يدي الفوق وكنحاول نهبط بشويه عليا. نحاول تاني نفس العمليه اللي درت، نطلع برجليا الفوق ونطلق راسي مزيان ونحاول تاني نطلع. هاد لي زيكزيرسيس الحاليه اللي كنخدمو غير ديال المبتدئين باش كيولفوا هاد العقله. بشويه كنطلق راسي، لاحظتو كنطلع وكنطلق راسي بشويه، وما ننساش نتنفس بطبيعه الحال. كاين شحال من واحد كيحبس النفس ديالو ديما، حتى التنفس خاصو يكون عنده واحد الايقاع حتى هو. في الطلعه مثلا شهاق الهبطه زفير. كاتريام اكزيرسيس حتى هو ديال المبتدئين، كنطلع الفوق وكنحط رجليا في الارض. الى لاحظتو يديا كنجرم بهم مزيان الفوق ونطلق نحط رجليا على الارض.
كنحاول نخدمو 12 مرة. سانكيام اكزيرسيس، دابا بدينا كنخدمو في داكشي ديال المحترفين. الا لاحظتو دابا ما كنحطش رجلي على الارض، رجلي ديما بعاد على الارض، يدي مفتوحين مزيان، وكنطلع وكنهبط، كنطلع وكنهبط. سادس تمرين، كنفتح يدي على قد الكتاف ديالي وكنبدا نطلع ونهبط. الا لاحظتو رجليا ما خصهمش يقيسوا الارض نهائيا. طلع ونهبط ونتنفس بطبيعة الحال مزيان. سابع تمرين، الا لاحظتو كنطلع يدي معكوسين ياك على قد الكتاف ديالي، وكنطلع الفوق كنفيكسي واحد 2 سكوند وكنهبط. نطلع ونهبط، نطلع وكنهبط، وكنتنفس بطبيعه الحال. شهيق زفير، شهيق زفير. ثامن تمرين، الا لاحظتو يد معكوسه ويد مقاده، وكنبدا نطلع وكنهبط. نطلع الفوق مزيان وكنطلق لتحت مزيان، ورجليا بطبيعة الحال راه ما كيقيسوش الارض نهائيا. تاسع تمرين، كنفتح يدي مزيان وكنمشي مرة على اليمين مرة كنمشي لليسار، نمشي هنا نمشي هنا، رجليا بطبيعة الحال ما كيقيسوش الارض، رجليا راهم حتى هما مزوزين. عاشر تمرين، يديا كنحطهم ملاصقين الفوق وكنبدا نطلع وكنهبط، كنطلع وكنهبط، وبطبيعة الحال رجليا ما كيقيسوش نهائيا الارض. تمرين 11، الا لاحظتو كنفتح يدي مزيان معكوسين وكنبدا نطلع وكنهبط، كنطلع وكنهبط، الا لاحظتو رجليا راه ما كيقيسوش نهائيا الارض في هذا التمرين. كنطلع وكنهبط، كنطلع وكنهبط. تمرين 12، الا لاحظتو كنحط يدي تم ياك، وكنحط على الفوق منها اليد الاخرى ياك، وكنحاول نطلع. هذا من اصعب التمارين بالنسبه للعقله. كنطلع وكنهبط، رجليا راه ما كنحطهمش نهائيا في الارض، يلا حطوا رجليا ديما كيبقاو مزوزين على الارض. الاكزيرسيس رقم 13، الا لاحظتو كنستعن بواحد القرعه، يعني كنحاول ندير واحد وزن اضافي بطبيعه الحال للجسم ديالي، وكنبدا نطلع وكنهبط. راه في جميع التمارين ما خصنيش نطلع بيد واليد السابقه اليد الاخرى، خصني نطلع بيدي مقادين، وما خصنيش نهبط غير حتى النص، خصني نطلق لتحت مزيان عاد نطلع. وكإضافة إلى جوني هادوك لي زيكزيرسيس ساهلين، نحاول ننتقل بقرعة ولا ساكادو. وبهذا كنكون وصلنا للختام ديال هاد الحصة. كنتمنوا تدعمونا، ابوني لايك لي كومونتير وبارطاجيو الفيديو ماكسيموم. الله يعاونكم. I can feel it somewhere inside haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange.